أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. نقدم لكم هذه القصة الواقعية التي حدثت لشاب، وقد أسميت هذه القصة بعنوان لقاء مع الموت. نرجو أن تنال إعجابكم. كان هناك شاب يتمتع بالخلق الكريم وحسن التربية وبهاء الطلة. أنهى هذا الشاب دراسته وانتظر فرصة للعمل، وبالفعل جاءته تلك الفرصة، ولكن عمله كان يتطلب أن يغادر المدينة التي يسكن فيها وينتقل إلى مدينة أخرى. وبالفعل قبل الشاب فرصة العمل وانتقل إلى مكان آخر، أي إلى مدينة أخرى، واستقر بهذه المدينة الجديدة التي سوف يبدأ فيها حياته من جديد. كان عمل الشاب يتطلب التعامل مع الكثير من النساء، وكان هذا الشاب لا يعرف في أمور النساء ولم يمر بتجارب حب في حياته، فلم يكن يعرف كيف يتعامل مع تلك المشاعر. مرت الأيام والشاب يعمل في المكتب الذي عين به ولا يلتفت لمن يمر عليه من النساء، ولكن كان هذا اليوم مختلفا كثيرا، إذ حضر كالمعتاد عدد من النساء إلى المكتب، وكان من بينهن تلك الشابة التي أعجبت كثيرا بهذا الشاب. انتهوا من أعمالهم في المكتب وغادروا، إلى أن تلك الشابة تعلقت بهذا الشاب الخلوق وقررت أن تتعرف به، فهي كانت أكثر جرأة منه. وبالفعل كان معها الهاتف الخاص بالمكان، ففي اليوم التالي اتصلت بالمكتب وهي كلها أمل بأن من يرد على الاتصال هو الشاب. دق جرس الهاتف في المكتب وكان الشاب هناك، فرد وتحققت أمنيتها وبدأت في التحدث معه، وتكررت تلك الاتصالات. ومع تزايد المكالمات كانت المشاعر تزداد في قلب الفتاة، فاعترفت له بما تحس اتجاهه. فكان رد الشاب أنه لا يفهم في أمور الحب ولم يمر بها من قبل. صدقت الفتاة وتعرف عليها أكثر، وتعلق هو أيضا بها، واشتاق كثيرا لأن يراها ويعرفها بعيدا عن الهاتف ليعرف شكلها كما تعرف هي شكله. طلب الشاب من الفتاة أن يراها فوافقت، واتفقت معه على أنها هي وأهلها سيخرجون إلى الكورنيش يوم الخميس، وهناك يستطيع رؤيتها لمعرفة كيف تبدو. مر الوقت على الشاب بطيئا جدا وهو في انتظار اليوم الموعود ليراها، وجاء يوم الميعاد وتأهب الشاب لموعده، وهاتفته الفتاة حتى تخبره بميعاد الخروج الذي كان في 8 مساء. عندما يصلون للمكان ستهاتفه ليعرف مكانهم بالتحديد. وصل الشاب إلى الكورنيش وبدأ في محاولة الاتصال بالفتاة، إلى أنه لم يجد أي إجابة لاتصالاته، واستمر على هذا الحال في الاتصال أكثر من 10 دقائق. ولكن فجأة لفت انتباهه أن الشارع ازدحم حتى توقف المرور به، فذهب ليستطلع الأمر، فعرف أن هناك حادثة سير وكل من بها ماتوا ما عدا فتاة واحدة. كان الشاب في تلك الأثناء يحاول الاتصال بالفتاة، وسمع من بين الأجساد الملقاة في الشارع صوت رنة هاتف، فبدأ في البحث عن هذا الهاتف، وكانت المفاجأة القاسية على الشاب
أن هذا هو نفس الرقم الذي يتصل به، ورأى صاحبة الهاتف التي كانت فتاة في منتهى الجمال. نقلت سيارة الإسعاف الفتاة التي كانت ما زالت على قيد الحياة إلى أنها ماتت أثناء نقلها، ولم يتحمل الشاب ما حدث ففقد الوعي وأدخل المشفى على إثر الصدمة، وظل متأثرا بما حدث حتى أنه ترك العمل وعاد إلى مدينته وأهله. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه هي قصة اليوم، أتمنى أن تعجبكم. أشكركم على المتابعة، ولا تبخلوا علينا بدعمكم بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأتمنى منكم أن تبدوا آراءكم وتعليقاتكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله سبحانه وتعالى وشكره على أنه كرمنا بالإسلام. وفي الأخير أستودعكم الله، والسلام عليكم.